بعتي لي سادة على المكتب. اوكي باي. أقول لك شو بده. هو مين ده؟ إياد
بدو ياني بالمكتب. طيب روحي شوفي عايزه. قوم روح معي. هو طلبني معاكي؟ لا. طب اجي معاكي ازاي يعني يا سالي؟ هي خروجه يا حبيبتي. هو انت ليه بقالك كام يوم كده مش مظبوط؟ في حاجه حصلت معايا؟ شو بده يصير يعني؟ معرفش، انا بسالك. استاذ كريم، ما في شيء ولا راح يصير شيء، فهمت؟ طيب يا ستي انا فاهم كويس قوي، بس ما تبرقليش بعد اذنك يعني. سوري، معلش. عيد ميلاد جرب يا سارة. تدري إبراهيم، هذا أول عيد ميلاد لي وإحنا متزوجين. الله يخليك حقي إن شاء الله. قولي لي، إيش بغيت أجيبك هدية؟ لا ما بي شيء، كل شيء عندي، مو محتاجة شيء. أول تالي راح أجيبك هدية. تبين تختارين شيء ولا أجيب لك على ذوقي؟ خلاص عيل، دام أنت مصر عيل يجيب لي على ذوقك. يعني ولو إني بحتار وبضيع لكن بجيب لك هدية، بس إن شاء الله عاد تعجبك. بدأت أخاف يا سارة، سنين بدأت تمر وتركض وأنا أحس أني خلاص كبرت. كنت أتمنى أن العمر لو يرد للوراء. الله يعطيك الصحة، أنت ليش قاعد تقول هالحكي؟ بعدين منو راح يزوج ولدك؟ ولدي؟ من ولدي؟ أفا، نسيت من ولدك ها؟ خالف سارة اعذريني، تخربطت شوية، بس قولي الصدق، ودك تخلفين مني؟ يعني مو خايفة؟ أخاف؟ شو هالكلام الغريب هذا؟ شو منه أخاف؟ يعني خلاص أنا سني قاعد تركض و... يعني لو مت أنا ولدي من بيربي؟ لك طولة العمر إن شاء الله. أنت ليش كذي متشائم إبراهيم؟ بعدين إحنا نسوي اللي علينا ونروح ونشوف الدكتور واللي الله كاتبه بيصير. حتى أنت يا سارة خايف عليك بعيد. إيش منا خايف علي؟ بعدين في أحد يخاف على سارة؟ سارة أكبر محامية بالديرة، شلون تخاف علي؟ بديت أتضايق وأخاف من الناس اللي حولي. الناس هذول ما همهم إلا الفلوس والطمع. ما أحس إن أحد يحبني ويعزني ويخاف علي كثرك أنتي. لهالسبب أخاف عليك. أخاف لو مت، شو بتعيشين بوسطهم؟ إبراهيم لا تفكر بهالاشياء الحين، فكر بحياتنا احنا، بدال لا تشغل بالك باشياء ما لها معنى، فكر احنا شلون بنعيش. سالي ليش ساكتي؟ نعم؟ عم بسألك ليش ساكتي؟ مش فاهمة حضرتك. سالي ليش تحكي معي هيك؟ انه حضرتك البوس وأنا موظفة عندك، كيف بدك يعني أحكي معك؟ سالي مالك؟ شوفي ولا شيء أستاذ، بس حضرتك بشو عايزني؟ كنت بدي أسألك، أنت صار لك كم يوم مختفي؟ يا ترى عم تتهربي مني ولا قصدا ما تشوفيني؟ من ساعة ما كنا في المطعم وانت متغيري. ما تواخذني استاذ، يمكن الهيئة عم بزعج حضرتك، بس الهيئة مش عايزني بشغل. عن اذنك سالي، انا عم بمر بظروف صعبة هالايام، بعتذر منك إذا كنت ضايقتك، بس أنت أقرب إنسان لإلي، صدقيني سالي، صدقيني. Thank you.
صباح الخير. صباح الفل والياسمين على أرق وأجمل نريمان في الدنيا. إيه ده إيه ده؟ شكل مزاجك رايق النهاردة. الحمد لله. أنت نازلة شغل؟ آه. عايزني أوصلك؟ 5 دقايق خلص الشاي وننزل مع بعض على طول. معاك بالظبط 5 دقايق. حاضر يا أستاذة. راشد أخو صاحبتك سارة ده بصراحة أنا مش مرتاح له. إيه ده ليه؟ هو عمل حاجة معاك؟ لا هو ما عملش، بس كلامه كده مش مريح. زي إيه يعني؟ مش فاهم. معرفش ده مجرد إحساس بالنسبة لي يعني. إحنا ملناش دعوة، حضرتك دلوقتي الأستاذ عامر مدير الحسابات، يلا بينا. على رأيك. يا ليلى. أيوة. إحنا زينة حبيبتي، عايزة حاجة؟ عايزة سلامتك، ما تأخروش عليا. حاضر حبيبتي. باي باي يا أستاذة. أتأخرينا. ربنا يوفقك يا رب. مفيش هدية بقى بمناسبة المكتب ده ولا إيه؟ بس يا عصام بطل بقى. بقولك ايه، هو في حد شايفنا؟ خلي بالك ان مفيش حد هنا يعرف ان احنا يعني. ان احنا ايه؟ وليها؟ بطل دلع ويلا روح على مكتبك. ايه انت مش عايزه تقولي ان احنا بنحب بعض ولا ايه؟ محدش يعرف هنا كده. ليلى؟ عطيتي عصام القضايا؟ كنت لسه يا فندم حالا باخدها منه. زين، ابيك تشوفهم. وبيك تركز لي على قضية أحمد العطار لأن عندنا مرافعة له. حاضر يا فندم. أوكي. ليلى، في أحد اتصل علي؟ لا، بس حضرتك عندك معاك كمان ساعة مع عميلة اسمها مريم. طيب أوكي. عجبك كده؟ شكلها خدت بالها. يا بنتي أنت مجنونة ولا خدت بالها ولا حاجة؟ طب يلا بقى على مكتب. مكتب إيه بس؟ يلا. صباح الخير. صباح الخير استاذ. هلا هلا استاذ. هلا مرحبا. هلا فيك. حياك الله. استريح. انا ممكن تتركنا لحالنا لو سمحت. حاضر. كيف حالك استاذ؟ الله يسلمك استاذ ابراهيم. حقيقه انا طلبتك هني عشان اكلمك في موضوع خاص، والموضوع هذا ما بي احد يعرف عنه نهائيا. شيء اكيد استاذ ابراهيم. بصراحه استاذ انا قررت اني اكتب نص ثروتي لزوجتي ساره. ماكو مشكله استاذ، نكتب. ما اريد اتدخل بخصوصياتك، ولكن عندي سؤال صغير. ايه تفضل. انت تريد تسجل نص ثروتك باسم زوجتك، بيع وشراء ولا توكيل؟ ساره زوجتي، واعتقد انه من حقها تورثني بعد مماتي. لك العمر الطويل ان شاء الله. سيدي الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. الواحد يفكر بعد مماته من حق الاهل والاقارب انهم يشاركون زوجتي في الثروه، يعني مو بعيدة بعد انهم يسكرون الشركة، ولهالسبب هذا ابي اضمن حق زوجتي. اذا نعمل توكيل، ما حد يقدر يستخدمه ما زال انت طيب. خلاص، شوف الافضل وسوه. المهم عندي ان الموضوع هذا اللي قلت لك عنه ما بي احد يعرف عنه اي شيء. ولا يهمك استاذ. تتوقعين ابراهيم معين عامر هذا ليش؟ ايش دراني؟ المفروض انت اللي تعرف. مو أنت قلت إن هذا يصير أبو صديقة سارة؟ أنا مثلك بالضبط، مو بعرف ليش، بس لا يكون مشغلنا عمداً عشان يراقب شغلنا. يا راشد بسك من هالخوف، إيش فيك؟ قوي قلبك شوي. إبراهيم أخوي وأنا أعرفه عدل، تدري لو شاك فينا إيش بيسوي؟ كان ما بيخلي الموضوع يعدي على خير. خلنا نخلص شغلنا وبلا هالخوف اللي ما له داعي. بنشوف. يا الخبر اليوم بفلوس، باكر بيكون ببلاش. المهم انت قول لي الحين، ايش اخبار شغلنا الخاص؟ لا 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 تحاتين ابد. انا لغيت التعاقد مع هذا العميل في الشركه، وقلت انه وايد يتاخر على عملياتنا، وسويت عقد معاه بشركتك. اي هذه الاخبار الحلوه اللي تبرد القلب. وبعدين هو مو هذاك العميل اللي الواحد يعتمد عليه، بس عنده شغل شغال يعني. ايوه وايد زين. لا بقول لك، شو اخبار ساره؟ بخير الحمد لله. ما شفته من هذاك اليوم اللي كنا فيه مع بعض. سامعه ان ما شاء الله مكتبها شغال ووايد في حركه. هذا اللي سمعته من امي.
دائما هم يسولفون مع بعض. اي يلا يوفقها ان شاء الله. عاد تدري انا بنت زوجة سارة ابراهيم اخوي، وكنت متوقع ان زواجهم بينجح. خبرك فرق السن، قلت اكيد بتصير بينهم مشاكل وايد ما لها اول ولا تالي. لا 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 تطمني، هم وايد مستانسين، وحتى يفكرون يبون عيال بعد. يبون عيال؟ شلون يبون عيال؟ طال عمرك بعد كيف يبون عيال؟ يبون عيال. الله يرزقهم ويرزقك انت بعد. لا ما يصير، اقصد ايش تقصد انت اصلا؟ اقصد انك بعدك صغيره والف من يتمناك. مو مهم من يتمناني، المهم انا ابي منه. عادل كلامي ولا لا؟ اكيد طال عمرك عادل، ويكون سعيد الحظ وله الشرف اللي يتمناك وينالك. يلا زين يا سعيد الحظ، سكر حلجك وتحلجك الكثر من الابتسامة ما لها داعي. يلا قوم على مكتبك لو سمحت. سعيد وراضي وعلى رهن الإشارة طال عمرك، على إذنك. يا سيدي على الروقان. شفت؟ مفيش شغل، ملل. لا يا حبيبتي الشغل كتير، تاخدي حبة؟ خليهولك، الملل أرحمني. طب إيه؟ مش هتوريني صورة خطيبتك ولا هتخبيها زي ما خبيت خبر خطوبتك؟ يو، أنتِ كمان؟ يا بنتي أنا زيي زي أي شاب. أمه عماد زن علينا هو يتجوز، ومن الآخر جابت لي البنت دي عروسة. هي كويسة، مهندسة و شاطرة وبنت خالي من الآخر، بس أنا طول عمري ببص لها على إنها يا أختي مش أكتر. طيب بتحبها؟ حبي أنا ريمان. بقول لك بقالي أكتر من 5 سنين ما شفتهاش ولا أعرف عنها حاجة، كانت بتدرس بره. طيب وهتعمل إيه؟ مش عارف، أنت رأيك إيه؟ إيه يا فراس؟ أنت اللي هتتجوز، مفروض أنت اللي قادرة. يظهر إن أنا غلطت. استجبت بسهولة كده لزن أمي واضطريت إن أنا أقبل، ويظهر إن البنت كمان ما عندهاش مانع. طيب خد أجازة وانزل شوفها. آه ما أنا هاخد أجازة فعلا وأروح شوفها. أنتي عاملة إيه مع نزار؟ الحمد لله تمام. طيب أسيبك بقى أنتي تكملي روقان اللي بتعمليه وأقوم أشوف الشغل اللي ورايا. الو الو شو هيئتك؟ ما رحتي على الشغل اليوم؟ رحت ماما على الشغل بعدني جاي من شوي. وليه رجعتي بكير هالقد؟ ولا شي مهم، كنت تعبانة قلت بجي برتاح. خبريني انت شو عاملة؟ نزلت الصبح على البنك ورجعت اجري عم توجعني كتير. ماما ما قلتلك روحي عند الدكتور؟ الحمد لله على سلامتك، بس لازم تشوفي دكتور. ايه يا ماما اخذت موعد اليوم من الدكتور وراح انزل اليوم لعنده. بس انت صوتك مش عجبني يا سالي، شو بكي؟ ولا شي ماما، تعبانة شوي. ليكي يا أمي شفتي أنت لو متزوجة أنا كنت ما بقلق عليكي ولا بينشغل بيني، بيكون في رجال حدي تستندي عليه وبيهتم فيكي، بس شو بعمل بنشفين الدماغ؟ خلصنا ماما بلا هالموضوع هلأ. شوفي عندي مشوار. لوين رايحة؟ عند سارة، لازم شوفها ضروري، ببقى بحكيكي بكرة. المهم أنت روحي عند الدكتور.
اوكي حبيبتي، يلا باي. طبعا اياد بيك اليوم لو ما رحت له على المكتب لكان ما تغدى معنا. لا يا حبيبتي، تلاقي عمي مشغول. بس معلش يا سوا، زي ما حكى ماجد كنت مشغول. بعرف انك مشغول بس بحب امزح معك. عمي اتفقت انا وسوا ان شاء الله بعد ما تخلص امتحانات هنعمل فرح. ليش مستعجلين؟ بعدكم ما فرشتوا البيت. انا كمان هيك حكيت انه مستعجلين، بس مش مفروض نستنى؟ يا حبيبتي بعد ما انت تخلصي امتحاناتك اكون انا خلصت شقتي. شو رايك بابا؟ انا رايي نستنى شوي، ما في داعي تستعجل. وليه نستنى عم؟ انا بقول ننفذ وصيه طنط سوها الله يرحمها. الحمد لله راح اغسل ايدي. انت ضروري تجيب سيرة ماما قدامه؟ ما بتعرف انه بتضايق؟ وانا قلت حاجة غلط يا سوها؟ برضه ما كان في داعي تجيب هالسيرة. انا مش فاهم باباك بيعمل كده ليه؟ بس انا حاسس ان في حاجة غريبة. شو قصدك؟ مش عارف بس في حاجة. الو نريمان؟ اي خط تفضل. تفضلي. اهلين نريمان. ازيك يا عبد الله؟ شلونك؟ الحمد لله. تفضل تفضل استريحي. أنا كنت هنا في مشوار جنبك وبعدين افتكرت إن مكتبك قريب، وكمان لقيت الكارت في شنطتي عشان العنوان كان عليه، قلت لازمك أسلم عليك. أهلا وسهلا، شو أنت تشربين؟ لا ولا حاجة، مفيش أي داعي. عامل إيه؟ احكي لي. والله الحمد لله عندنا الحين مشروعين، يعني بداية جيدة، قاعد نشتغل فيهم. الحمد لله. وبعد شلونك أخبارك؟ كله كويس الحمد لله، تمام. في أخبار عن سارة؟ يعني بصراحة سالي أنا ودي أقول لك شيء بس ما تزعلين. قولي اللي بدك. معقول أزعل منك؟ أنتي تحبين إياد؟ شو عم تقولي أنت؟ مجنونة؟ حنانة اللي مجنونة؟ وانتي من قعدتي ما عندك سالفه وسيره غير اياد. ساره انت اول حدا بحكي بهذا الموضوع، ما تخليني انت ماني خبرتك. ايه زين، انت ايش فيك كذي زعلتي؟ انا قاعد اتكلم جد. ما زعلت، اياد مديري واكبر مني كمان. ساره ما انت زعلي مني، ما قصدي العمر، انه ما قصدي انت وابراهيم حتى، بس انا تعبانه شوي موتره. انا اصلا ما زعلت، ما صرنا زمان نعرف بعض، من فتره قصيره بس، وما بعرف اللي بحس انه قريب مني كتير وانا كمان. انت خايفه؟ انت شو بدي خاف؟ انت خايفة انكم تحبون بعض صح؟ هيدا الموضوع اصلا مش وارد. اياد مديري بالشركة وعنده بنت اصغر مني بكم سنة، يعني كل هالقصة على بعضها مش راكبة. لا انتي مو خايفة لانه هو عنده بنت، ولانه هو اكبر منك، ولانه هو مديرك بالشركة، لا مو هذا الموضوع. انتي خايفة لانه هو ريال كبير ممكن ينظر لك ان انتي بس صديقة، مو؟ بس غريبة، يعني صار لك 3 سنين متزوجة وما رزقتي بمولود، يعني هل انتي ما تبين هالشيء ولا الله ما كتب؟ الحمد لله انا اصلا ما خلفتش. ليش؟ يعني انتي مش مبسوطة مع زوجك؟
هو صراحة احنا بنتخانق كتير قوي، والعلاقة كل شوية بتسوء أكتر وأكتر. واضح إن المشكلة في الزواج نفسه، ظهر ما كنت متوافقة في الاختيار. جايز. بص، أنت معاك رقم تليفوني، ابقى كلمني نتقابل تاني، ماشي؟ أنا هقوم بقى. باي باي. حياك الله. سارة ما تسأل عني ولا شيء؟ عن إذنك يا عبد الله. مين هيدا؟ تفضل استريحي. حنين، عاش من شافك. شو وين هالغيبة؟ شو بدك جواب؟ ولا شيء. شو شكله العم تامر مش موجود؟ تعرف تامر من وين؟ والله كنا أنا وياه هيك رايحين على رحلة لأفريقيا، وكنا نزور الأدغال ومش الأدغال وهيك. شو من وين بعرفه؟ كان زميلي بالمصحة أنا وياه. أنت شو بدك جواب؟ كل خير، أنا زلمة كتير قنوع. طيب يا قنوع، حأتركك وامشي. على فكرة وأنا بحكي معاك عيب تتركيني وتضلي ماشي صح؟ اتركي ايد عيب. شكلك مصاحبيته لتامر. شاهد اللي عم بتقول، شو خصك أصلا؟ لا ولا إشي، بس هيك شوية فضول. شو شكلك باسطي للعم تامر؟ شو هالقرف هيدا؟ قرار، هسا صار قرار، الله يرحم أيام زمان. أنت شو بدك؟ أنت شو مفكريتني؟ بدك إياني أشوفك طالعة وداخلة ورايحة مع هذا تامر، ولا كأنه كان بيني وبينك أي شيء؟ بعمرنا ما كان في شيء بيناتنا، إلا بدماغك. خليك بحالك جواد، اتركني بحالي. شو مالك هيك خايفة؟ خايفة من شو؟ المرة الجاي جيبي معك لتمورة، خلينا نتسلى فيه شوي. أنا كنت جاي أشوفها لدعاء، أصلاً ما كنت جاي على الحفلة كلها، وأنا هلأ ماشي وتركت لك الحفلة وكلها. مسكين تامر، شكله بيعرفش إشي عن الحلوة. كله بوقته حلو. هذا ملف استاذ ابراهيم، سوي له توكيل بيع نص ثروته وامواله لزوجته ساره، وفي كل البيانات. نص ثروته؟ فلوسه هو حر بيها. العفو بس انا مستغرب. انت لا تستغرب، نفذ وبس. حاضر. ما وصيك يا عماد، استاذ ابراهيم اهم زبون عندنا بالمكتب، ما نريد احد يعرف بموضوع هذا التوكيل، رجاء ما نريد مشاكل. لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم. تمام، بعد اذنك.
طيب روح انت دلوقتي وانا حباجي لك. ماشي. ازيك؟ هولي مصريتك تامر. فلوس ايه؟ اللي اخذتهم كرمال صاحبتي. ماشي يا ستي. ما كلمتنيش ليه تقولي لي انك هتعدي عليا؟ تامر نحن ما بقى لازم نشوف بعض. اللي انت بتقوليه ده مثل ما سمعت. انسى انك بتعرفتني. حنين، حنين، ممكن تفهميني ايه اللي حصل؟ مامتك عرفت حاجه؟ الموضوع بسيط جدا. انا ما بحبك. ايه الجنان ده؟ يعني ايه ما بتحبنيش؟ انت كذابه. مش كذابه، انت بتفهم عذوقك. مش معناتها اذا ظهرنا كذا مره مع بعض وارتحنا لبعض صرنا نحب بعض. فهم عذوقك تامر، انا ما بحبك وما بدي ارجع اشوفك. أستاذ إياد في شيء؟ بعدين بعدين. صباح الخير سالي. استاذ اياد. استاذ شو علي؟ استاذ استاذ سالي مشغول في البريك، عندك شيء؟ بريك؟ ليش حضرتك في شغل؟ لا لا ما في شغل، بس كنت بدي احكي معك في موضوع. بتحكي معي بخصوص شو؟ لما اشوفك بحكي لك. حاضر. اوكي سالي، استناكي في الكافيتيريا، ما تتاخري. استناكي. ما دخلك. استاذ اياد صباح الخير. اهلا اهلا. صباح الخير كريم. بيني منيحه اليوم؟ منيح ما شاء الله عليكي. صباح الخير سيد ابراهيم. اهلا اهلا. صباح الخير. حضرتك طلبتني. ايه طلبتك؟ احنا مش متفقين تراجع كشف الحسابات وتجيبها لي؟ تمام، وانا خلصت بس مستني الاستاذ راشد. راشد؟ ايش دخل راشد في الموضوع؟ ما هو بيراجع الحسابات قبل ما اعرضها على سيادتك. من قال هالكلام؟ هو اللي طلب كده بناء على تعليمات سيادتك. طيب استاذ عبد الله تفضل مكتبك الحين. تفضل. الو ست شيماء، انا عماد محامي عند محامي الاستاذ ابراهيم.
عندي معلومات بتهمك كثير. لا لا ما بينفع اشوفك بالشركة. ما بينفع اشوفك بالشركة. بعرف. ماشي ماشي ست جيمان بشوفك هناك. راشد انا صبرت عليك وايد، لا تفتكر اني بصبر عليك اكثر من كذي، سمعت؟ بس طال عمرك انا ما قصدت شيء، كل اللي قصدته اني اطمن على الشغل اللي يسويه الاستاذ عامر. باي صفه؟ ما ترد؟ ايش فيك سكت؟ صفتك شنو؟ لعلمك هذه اخر مره اسمح لك تتدخل فيها بشغلي، سمعت ولا لا؟ ونعدها ساعتها لا نبراعي لا نسب ولا اي شيء ثاني. مفهوم طال عمرك، مفهوم. تفضل مكتبك. ان شاء الله. حضرتك اتصلت لي وقلت لي ان عندك معلومات مهمة. مزبوط، بس مش تشربي شي الاول؟ لا شكرا. زي ما بدك، تفضلي. خير، بس عفوا وين تشتغل؟ انا بعرفك على نفسي، أنا بشتغل في مكتب المحاماة تبع السيد إبراهيم أخوك. طبعاً عارف إنه حضرتك أخته وشريكته والوريث الوحيد لكل أملاكه بعد عمر طويل، الله يديم بصحته يا رب. بس في البداية حاب أعرف حضرتك حتقدر المعلومات اللي بدي أحكيها ولا ما أحكيهاش أحسن؟ لو ماني مقدرة ما يتلي عندك لهني، بس لو سمحت تدخل بالموضوع. بدي 250 ألف درهم. أنا ما راح أرفض ولا راح أوافق. أول أشوف المعلومات اللي عندك. حقك طبعاً. ثروتك اللي هي ثروة أخوكي مهددة إنها تضيع. شنو؟ اللي شبع من بعد جوع راجع موجوع وعايز نقف جنبه وسنده، راجع وراسم وش جديد أصل البعيد، فاكرني كنت هموت بعده، ده كله إلا قليل الأصل، لا تعاتبه ولا تلومه، ما تعمش أبدا على عمه، أبداً على عمو سيبه لرزقه هيجي يوم، مش بالكلام أصلها بالفعل، والجدعنة والأصول واسمعها مني خلاصة القول، ده تأمنه يقدر بيك على طول. طبيعي يرجع لما يتعب، لما تبقى الدنيا ضده، هي دايرة وكل واحد لفي
لك يا حبيبي، وحسي لما الفرصة راحت قيمة اللي كان في ايده. ده كله إلا قليل الأصل، لا تعاتبه ولا تلومه، ما تعمش أبدا على عومه، سيبه لرزقه هيجي يومه، مش بالكلام أصلها بالفعل. والجدع اسمعها مني خلاصة القول، لا تأمنوا يغدر بيك على طول.